الآن نصعد على جبل سلع، هنتحدث عن بعض المعلومات التاريخية، وإلا هذا الجبل ما يكفي لا سنابة ولا اثنين ولا رحلة ولا رحلتين. انطلقنا بسم الله وعلى سفح من سفوح التاريخ. طبعا هذا الجبل حصلت فيه عدة أحداث تاريخية كثيرة، أغلبها تتعلق بغزوة الخندق، وتحديدا في هذا المكان. هذا المكان اللي معروف بغار السجدة أو كهف السجدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ساجد وأطال السجود حتى أتى سيدنا معاذ تفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن سبب إطالة السجود، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وأخبروا أن الله لن يسوءك بأمتك، والحمد لله أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نطلع نوريكم عين النبي أو النقرة، الأثر حق جريان الماء، تمام؟ حتى تصور من هنا هين مكان النقرة. شوف سبحان الله، لأنه مختلف حتى عن بقية الجبل. نقوش على جبل سلع، وهذه أحد النقوش اللي الآن في الطريق. يا جمال المدينة، هذه طيبة، هذه طابة، هنا الحرم النبوي. شوفوا جمال المدينة كيف. طبعا فيما مضى من زمان كل اللي تشوفونه كان عبارة عن غابة خضراء من بساتين النخيل، لكن اغتالتها يد المدنية. هذا الجبل حاضر في السيرة النبوية، جبل أنا بسميه الجبل السعيد، يطل من جهاته الأربع على طيبة الطيبة، على دار المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يفرح ويستبشر إذا شاهد هذا المنظر ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا الدرج في قلعة في أعلى جبل سلع، وشوفوا كيف الممر بين القلاع، ممر متسع، يعني عربات خيول تتنقل على الجبل حتى الناحية الأخرى. وفي هذا الجزء يظهر الحرم النبوي جليا، أرض التاريخ، في مكانه دار المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودور أمهات المؤمنين، ودور الصحابة، وعلى جنباته التاريخ. في المنطقة الغربية من الحرم النبوي كانت دور جهينة وبلي، ودور بني ساعد من الأنصار. في هذا الجزء من الجبل، جبل سلع، كانت ثنية الوداع، وعلى هذا الجزء من الجبل صعد الصحابي سلم بن الأكوع. سلم بن الأكوع كان يسبق الخيل برجله. في يوم من الأيام شاهد عيينة بن حصن هجم على المدينة واستاق إبل الصدقة، فعشان ما يفوت الوقت صعد على هذا الجزء من الجبل وصاح بأعلى صوته وصباحا انذار، وكمل على رجليه حتى لحق الخيل واستعاد إبل الصدقة منهم. طبعا لحقوا المصطفى والصحابة في غزوة ذي قرد، ورجع أبو سلمة مردوفا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله الله يا جمالك يا المدينة، الله يا جمالك يا المدينة. شوف يا أبو فهد، إحنا الآن محاطين بين عدة جبال. هذا في الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين عير، هذا جبل عير، إلى ثور اللي هو خلف جبل أحد، وهذا أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اسم إشارة، يحبنا ونحبه ونحن نحب هذا الجبل. هذه الجبال هي سموها الجماوات، هذا جماء تضارع اللي هو قدام قصر سيدنا عروة، واللي عليه الأبراج هناك هذا جماء أم خالد، وهناك جماء عاقل أو عاقر. بين عاقر أو عاقل وأم خالد كان هناك دخول كفار قريش لغزوة الخندق، طبعا العزيزية اليوم من منطقة العزيزية، أيوة، كانت تسمى بطحاء بن أزهر في ذاك العهد، العهد النبوي. طبعا هذه المنطقة يسموها المذاد، نذكر المذاد لأن هناك أطم، الأطم هو الحصن، فالخندق كانت بدايته إن كان من هذا المذاد الجبيل الصغير أو اللي وراء البستان ظاهر، أيوة، في الصور، ممتد الخندق إلى جبل بني عبيد، هذا بني عبيد، تمام، الجبل اللي في آخر الصورة، أيوة، اللي هو عند النابلسي الآن، أيوة، في شارع سلطانة، ينحني مرورا ألين عند جبل الراية نور العمارة اللي عليها المصعد، تقريبا تحتها جبل الراية اللي كانت عليه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر الخندق يعرج على هذه المنطقة على جهة بني حارثة، واللي كان معروف في ذاك الزمان أجمة الشيخين، والآن الحارة معروفة بحارة المستراح، فيها مسجد المستراح اللي هو مسجد بني حارثة. إذن الخندق أبو حمزة حمى هذه المنطقة، أيوة، اللي هو شمال المدينة، هي المنطقة الوحيدة المفتوحة اللي لأنه الشرق وغرب وجنوب المدينة كلها حرار، حمى بركانية، ما يستطيع أي جيش يغزو المدينة إلا عن طريق هذه المنطقة المفتوحة لجهة الشمال. سبحان الله، محمية طبيعية، أيوة. وقريش نزولهم
حتى في غزوة أحد في منطقة العرض لوجهة الأزهري عند بئر سيدنا عثمان بن عفان تقريبا في ذاك المكان. المنطقة اللي أسفل مننا كان تمركز جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد اللي فوق يسمى مسجد الأعلى أو مسجد الفتح أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في كتاب الواقدي متوفى عام 207 تقريبا. كان هناك كذلك الخيمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسفل منه مسجد سيدنا سلمان الفارسي. بعدين في نفس ساحة المواقف كانت هناك مسجد سيدنا أبو بكر، وهذا الرابع الآن كان المسجد قريب من الإنارة. هذا مسجد عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، واللي في فوق في الحديقة هذا مسجد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، واللي جنب النخلة هناك بناية صغيرة يسمى مسجد سعد أو مسجد السيدة فاطمة. طبعا هذه الستة مساجد في عهد النبي لم تكن مساجد، وإنما فيما بعد وفي زمن عمر بن عبد العزيز اللي هو ذكر واهتم في مسألة المساجد العمرية. أما المسجد السابع فهو واحد من ثلاثة اختصارا، إما القبلتين ولعل هو بعيد، أو شعب بني حرام اللي هو نفس هذا المسجد، ربما هنا بيت سيدنا جابر بن حرام اللي حصلت فيه معجزة تكثير الطعام. الله الله. أيوة. ولذلك هو أقرب ما يكون للمسجد. أما المسجد الثالث فهو ربما مسجد الراية اللي على جبل الراية اللي الآن وصفناه. نزور إن شاء الله في لقاء وعلى سفح هذا الجبل الشهير في التاريخ، جبل سلع، وإن شئتم سموه سلع. وفي هذا المكان بالتحديد نصبت خيمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو ربه في الحديث أنه دعا ربه ثلاث، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، واستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه. وكان من ضمن أدعيته عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. وكان يأمر أصحابه بالدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فجاء النصر من عند الله. هذه المدينة، هذه طيبة، هذه طابة.